وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك. إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة. المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل اللئام. من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس. دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا. اعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي. التغيير اللي هيعمله في حياتك؟ أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا. أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا. إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات. من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت. مت؟ آه. I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him. وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة عندنا حلقة خاصة جدا جدا، وزي ما دايما دايما في حلقاتنا بنكون بنركز على أمور عملية، إزاي نتعامل في حياتنا اليومية حسب كلمة الله علشان نكون ناجحين، وعلشان نكون زي ما ربنا بيوصفنا إن إحنا أولاد لي نعيش، والعالم كله يشوف أولاد الرب إزاي بيكونوا عايشين في بيوتهم مع أولادهم، في خدمتهم، في حياتهم العملية وحياتهم الترفيهية، وكل حاجة بنعملها بتكون وفق الكلمة ربنا اللي تشجع الناس يقولوا يا الناس دول بيعملوا كده حسب كلام ربنا وعايشين بالطريقة دي، أنا عايزة أبقى كده. النهاردة عندي ضيوف الحلقة ناس خاصة جدا على قلبي، وأنا بحبهم جدا كأشخاص وبتعلم منهم، والحقيقة أنا بتعلم منهم وهقول لكم إزاي. بس خليني أقدم لكم القسيس جورج عزمي. أهلا بيكي قسيس. ومراته الجميلة ميرات. أنا أول مرة أشوفك، بس طبعا شفت القسيس كتير، وهقول لك أنا بتعلم منكم إيه. كل مرة أروح مصر لازم أروح عندكم في المكتب في كنيسة مدينة نصر الإنجيلية، ونروح المكتب عندكم والقسيس عزت والشيخ هادي والأخ رؤوف وكل الجروب كل الخدام، وبشوفكم قاعدين إزاي مثل حقيقي لأولاد الرب. نشكر رب. ناكل مع بعض، نضحك مع بعض، نتكلم في أمور روحية مع بعض، نتكلم في أمور ترفيهية مع بعض. الجو جو جميل، في بساطه وفي محبه وتلقائيه بسيطه، تلقائية. تكلف. مفيش تكلف، روح العيله ماليه المكان. يعني دي حاجه الله. جميله قوي. انا بتعلمها منكم، ودايما في اي مكان بروح بضرب بيكم المثل. ربنا فعلا بيعلمنا عن طريق بعض، وانا بتعلم منكم الحته دي. ازاي انت بتتعامل انت عايش في مصر؟ التقاليد والعادات والتقاليد والقسيس والناس كلها متوقعه من مرات القسيس وعيال القسيس يبقوا بمنظر، بتتعاملوا ازاي مع الامر ده؟ اديني فكرة كده يا اساس. احنا مبدئيا عايشين كاتنين مؤمنين بيحب الرب وارتبطنا لاجل الرب، فاحنا مش عايشين في الفورمة بتاعت انه اسيس او خادم ومراته وعياله. احنا عايشين ببساطة شديدة، بنحب الرب من كل القلب، وزي ما كنا بنخدم الرب في مدارس الاحد واحنا في سن جامعة بنخدم الرب حتى هذه اللحظة بنفس الطريقة. احنا بنعيش ببساطة مع بعض، بنعيش مع أولادنا ببساطة، عايشين عندنا إحساس بالدعوة وبالرسالة إن إحنا نكرم رب في كل اللي بنعمله، في كل اللي بنقوله، بنجتهد وبنتعلم كل يوم، وطلعنا شوية برة الضغط المجتمعي، يعني الضغط المجتمعي اللي علينا إحنا طلعنا منه شوية. إزاي طلعتي منه كمرات أسيس أو كمرات خادم؟ طلعتي منه ازاي؟ هو الحقيقة التحدي الكبير اللي كان قدامنا واللي الرب ساعدنا فيه ان احنا نعيش كخدام للرب زي ما كنا، يعني ما نحصرش نفسنا في انه قسيس ومراته وولاد قسيس. لا، احنا خدام للرب، احنا ولاد للرب،
ودي مسؤولية على كل ولاد الرب. هي ما فرقتش انت مكانك فين، كل حد فينا عليه مسؤولية. انت أسيس، انت خادم، انت مدرس مدارس احد، انت مؤمن وعليك مسؤولية في كل حاجة. حتى فاحنا في شغلك، في شغل طبعا ده أساسي. فاحنا كمان مع الولاد كنا حريصين جدا ان احنا نطلعهم برا اللود ده خالص. احنا بنربيهم عشان الرب، عشان هم ولاد الرب، بنعلمهم عشان هم يبقوا كويسين لنفسهم وللرب، مش عشان هم ولاد فلان، مش عشان هم ولاد خادم وولاد أسيس. لا، دي تبقى أنانية مننا. يعني انت كأسيس والناس العيون كلها عليك، ما كنتش بتقول أنا ولادي لازم يبقوا بالمنظر الفلاني ونقلت لهم الإحساس ده؟ لا على الإطلاق. إحنا زي ما قلت وأحب أكرر الكلام ده، إحنا عايشين بنحب الرب، أولاد لرب وخدامه، والولاد شايفين فينا كده إن إحنا بنحب الرب وبنكرمه وبنخدمه برا البيت وجوه البيت في أي شكل من الأشكال. فإحنا طلعنا الولاد برا اللود ده، إحنا عايزينهم هم يكونوا كويسين لحياتهم. وكل مرة بنتكلم معاهم أو بنعلمهم حاجة ليهم هما، إنه شخصياتهم تبقى حلوة، إنه مش عشان هو ابن الخادم أو إن إحنا على طول في الكنيسة، لا، عشان هو كبن آدم هيبقى أفضل حاجة ليه إن هو يكون وهي أولاد للرب، بيعيشوا للرب كويس، يبقى لهم علاقة بكلمة الله، يبقوا عندهم قوانين روحية لحياتهم، يتعلموا يصلوا، يتعلموا يقرأ الكتاب، يتعلموا يعيشوا بأمانة، يتعلموا من ربنا أولاً، مش عشان حاجة غير عشانهم هما، ده هيفرق في حياتهم وده اللي هيدي معنى لحياتهم. وشوية بشوية هما بيتعلموا كده. هو الحقيقة فيه غلط معظمنا بنقع فيه، أنا نفسي أنبه يعني كتير مننا، وإحنا بنربي عيالنا إحنا كلنا عايزين نشوف عيالنا أحسن ناس، بس ليهم مش لينا. يعني أنا عايز ابني يكون بيجيب درجات كويسة أو في المدرسة علشان أنا ابن فلان، ابني جاب كذا، يعني شو عايز يبقى مؤدب عشاني انا، عشان منظري. طب والناس هيقولوا عليا ايه لو ابني عمل كده؟ الناس يقولوا عليا انا ابن فلان عمل كده. دي المشكله الكبيره اللي بنقع فيها، فبنحط نفسنا واولادنا تحت ضغط. احنا مش مطلوب مننا كده، انا ابني وبنتي عايزاهم كويسين عشانهم هم، مش عشان انا. انا مش بثبت نفسي فيهم، دي مشكله كبيره قوي. اتعاملتي مع نفسك ازاي في الامر ده؟ احنا الرب نبهنا الامر ده. أنا شخصية غيره، هو مش أنا، هو مش امتداد ليا. ابني مش امتداد ليا، مش اللي أنا معرفش أحققه في حياتي هو يحققهولي، ده غلط كبير جدا. مش عشان أنا معرفش أطلع دكتور بقى هو يطلع دكتور، عشان أنا معرفش أبقى مهندس هو يبقى مهندس، لا، هو يبقى هو. إحنا رب خلقنا شخصيات متفردة، individuals، كل واحد فينا شخصية متميزة جدا، متفردة تاني عن خالص عن التاني. فاحنا لازم نحترم الطريقة اللي الرب خلقنا عليها. انا لما عايزاهم يبقوا زيي او ليا او علشاني، انا بكسر نظم وقوانين كتير الرب وضحها، فبنفشل، بنبقاش عارفين احنا فشلنا ليه. احنا بنفشل هما بيفشلوا، والنتيجة اللي بتحصل زي ما بنسمع عندنا المثل الشعبي من بره، هلا هلا هل ومن جوه يعلم الله، تبقى الناس زي الفل، ده اللي احنا بنحافظ عليه. لكن من جوه بلاوي، والبيت بقى مكان مش سعيد على الاطلاق، والعيال نفسهم في اول فرصه يخرجوا في اول فرصه هيكسر رولز، هيكسرها في اول فرصه، هيعمل عكس اللي ابوه واللي امه عايزاه هيعمله. فتلاقي العيال نفسهم عايشين بازدواجيه قدامنا بشكل من الخوف، اول فرصه هيرميني هيعمل كده، اول فرصه هيعوض بقى اللي كان حاسس ان هو كل ده كان محروم منه، فالازدواجية اللي عندي هتتنقل له هو كمان. لكن الأمور لازم تكون طبيعية وبسيطة، ونفهم كده ان رب فعلا خلقه بشخصيته المتفردة، بمستقبل المتفرد. بالعكس، ده كانت مرت دايما تقول ان انا شايفاهم سابقنا حتى روحيا. واو. ان هم بكرة وبعد الرب مننا. رب هيباركهم اكتر مننا. ايه الاخطاء اللي انتم ممكن تقولوا اخطأنا في الحتة دي ولو رجع بينا الزمن مش هعملها؟ انا قعدت فتره كتير اصلي اقول له يا رب انا غلطت كتير، في بالذات مع رقم واحد يعني، فمن فضلك اديني فرصه واديني تعويض اعوضه، عشان في وقت كنت خايف اكسر شخصيته. كنت جديد عليه، شويه كان في نوع من الخوف على دايما رقم واحد بتجرب فيه، حقل التجارب. واحنا قعدنا سنين في اول حياتنا في الخدمه في قريه، فكان في خوف عليه من حاجات كتير قوي. انت قلت لي كلمه، كنت بتدخل البيت، اول ما تدخل البيت بتدور على ايه الحاجه الغلط اللي معموله. قعدت فتره كده، اول ما ادخل البيت عينيا لقط الحاجات
اللي مش في مكانها واللي قاعده كذا والموبايل على طول. فاول ما اخش يعني فرن اتفتح فاكتشفت ان انا كنت احمق جدا وغبي جدا وان وجودي ضغط عليهم. وبابا دخل بقى فيقعد يصلح ويعمل، مع ان المعتاد مش كده، احنا بنلعب ونهزر وتعب، بس في الوقت كده اول ما تدخل فانا اتعودت وعلمت نفسي اخد بالي من نفسي ان انا لا لما ادخل بعمل حاجه لطيفه اقول لهم كلام حلو، وبعد شويه انت جاي وبعد شويه بابا داخل، بعد شويه اقول الحاجات. يعني هم مش لازم يوصل لهم دايما الاحساس ان احنا مش مبسوطين منهم وانهم مهما عملوا احنا ما فيش فايده، مش هيرضونا، ده احساس مش كويس ابدا. لا لازم يكون في، هم بيغلطوا بس هم عارفين ان احنا برضو مبسوطين منهم، يعني مش العينينا بتقع على الحاجه الناقصه بس والحاجه الغلط بس، ده مش كويس. يعني لما كان هو بيدخل البيت واول ما يدخل يبص على الغلط كان الولاد بيقولوا لك ايه؟ كان اوف يا ماما يعني هو برضو ما فيش فايده، طب بصي بعد كده كنا نقول له بقى يعني بالراحه بالراحه لما تدخل بالراحه عليهم يعني. وكنت بتقول لهم ايه لما هم يقولوا كده؟ كنت اقول معلش هو يمكن هو جاي متضايق مضغوط، حب اقول له ياخد يعني بالي. بتعلميهم ازاي تو جيف اكسكيوز ان هم يدوا يعني سبب، يلاقوا سبب عشان قلبهم ما يشيلش. انا نفسي اقول حاجه في النقطه دي قبل ما انساها وقبل ما نعديها، ان احنا كلنا مع اولادنا بنعمل اخطاء كتير، احنا كلنا بنتعلم لان احنا اصلا ما عندنا ثقافه ان احنا نقرا وندرس قبل يعني ونتجهز، احنا ما عندناش كده، قليل قوي اللي بيعرف في مجتمعاتنا الشرقيه يعني لا بنتجهز للجواز ولا للولاد ولا لاي حاجه يعني الحقيقه. فبنتعلم مع الحياه وبنغلط، غلطنا في حاجات كتير مع اولادنا، لكن الرب علمنا ان دايما في فرصه تانيه، واللي غلطنا فيه في تربيتنا على الولد ينفع يتصلح. هل بتقول لهم انا اسفه وبتقول لهم انا غلطت في كده؟ حصل في وقت من الاوقات، حصل انتبهنا وقلنا معلش احنا اسفين، احنا ما كناش نقصد لكنه احنا اكتشفنا ان ده كانش صح، لكن بعد ما اعتذرنا ابتدينا نصلح من اسلوبنا خلاص بقى، يعني مش مجرد كلام، لا ده انا فعلا بشتغل على نفسي وبعدل. فمع الوقت هم شايفوا ان احنا فعلا اتغيرنا في الحكايه دي، فابتدوا ينسوا الغلط والضيق اللي ضايقوه مننا، وابتدوا يحسوا لا ده الامور كويسه. فدايما عندك او عندك فرصه تانية مع اولادك، زي ما الرب بيدينا احنا فرصه تانية كمان عندنا فرصه تانية مع اولادنا، ما تفشلوش، عمر ما الوقت اتاخر، عمر ما الفرصه راحت، لا اتشجعوا عندنا فرصه تانية مع اولادنا. ايه رايك نطلع فاصل ونرجع مره تانية ونكمل في موضوع مهم جدا جدا، الجيل اللي ربنا استأمن عليه أولادنا. نطلع الفصل ده ونرجع مرة تانية. ربنا دعانا إننا نبني جيش يحارب بالصلاة ونقوم بحركة صلاة عالمية، علشان كده بشجعكم إنكم تبعتوا طلبات الصلاة وهنبعتها لمجموعات الصلاة والمتشفعين في كل مكان بنروح فيه في العالم. بناخد طلبات الصلاة بتاعتكم في الأراضي المقدسة، وهناك بنطلب من الرب إنه يلمس كل احتياجاتكم ويستجيب لطلباتكم. طلبات الصلاة كمان بتروح لحوائط الصلاة في الكنائس اللي فيها صلوات مرفوعة 24 ساعة. تقدروا ترسلونا بطلبات الصلاة في أي وقت على موقعنا في الإنترنت www.mfadela.org أو في الإيميل info@mfadela.org. انتوا دايما في البيت بنيجي في اخر النهار وبنقعد مع اولادنا وبنحكي، هل بتقدروا تقولوا النهارده اليوم عدى كذا وكذا وكذا وحصل كذا وانا غلطت في الحاجه الفلانيه وتعلمت منها كذا كذا، بحيث ان هم لما يجوا البيت بالليل ويحكوا لكم يقدروا يحكوا لكم عن اخطائهم ومن غير ما يحسوا انهم خايفين يقولوا لبابا وماما؟ ايه رايك يا سيس؟ انت كاسيس وكقائد بيشوفوك في الاتضاع ده؟ احنا بنعمل كده يعني على قد ما بنقدر، تبقى فقره ممتعه جدا يعني تبقى وقت هزار كده وقت كوميدي يعني يعني بتعرفوا احنا عملنا ايه النهارده، مش اسكتوا ده احنا بوظنا الدنيا احنا خربنا الدنيا النهارده، معرفش عملنا ايه، مواقف يمكن في الشغل يمكن في البيع والشراء اشترينا حاجه غلط عملنا، فبنحكي معاهم اخطائنا الشخصيه
إلى حد كبير بنشاركهم لأن بيحس دي فرصة هم يتعلموا. يعني تقدر تقولهم أنا فكرت حاجة وكان التفكير ده غلط وأنا اعتذرت ربنا عليه. يعني شفت حد مثلا والحد ده قال الكلمة دي وأنا فهمتها غلط وحكمت عليه يعني كقائد. كتير بنقول لهم كده كتير. لأني برضو أنا بشوف فيهم إن ده فرصة حلوة إن هم يتعلموا ويشوفوا إني نشاركهم بضعفنا ويبقى كانهم إحنا شركة في الموضوع كلنا مع بعض بنتعلم من بعض. وهو كمان لما هيجي موقف هيشوف حاجة ما يحكمش عليها من الظاهر أو مشابه يعني زي كده. فهم بيتعلموا منكم وبيجوا يقولكم أنا عملت الخطأ ده الفلاني. يعني لو الولد مثلا عمل أي خطأ أو البنت عملت أي خطأ بيجوا يقولكم إحنا عملنا كده. دي نقطة مهمة قوي في علاقتنا بالولاد. إن إحنا بنديهم الأمان. يعني لو من هم صغيرين عملوا مشكلة كسروا حاجة عملوا مشكلة في المدرسة خدوا حاجة مش بتاعتهم أي حاجة لو هم في الأول كده جم وقالوا لو أنا بقى طلعت فيهم الطلعة دي المحترمة وإزاي تعملوا كده وإنتوا والناس يقولوا علينا إيه طب وإحنا طب لو عرفوا طب أنا وإنت ابني وهي دي التربية خلاص خلصت لعمره ما يقولي حاجة تاني هو بقى خسرت يعني صوت كبير جدا وجولة كبيرة جدا في تربية الولاد لكن لو الرب أعطاني حكمة أنا طبعا عارف اللي بيقوله ده مصيبة وأنا مش قادرة أستحمله بس كده الرب ديني حكمة هستقبله إزاي طيب اللي حصل ده غلط بس نشوف هنعمله إزاي وهنصلحه إزاي طب هل مثلا الخسارة دي هنعوضها من مصروفك ولا هنشترك فيها معاك ولا هنعمل أيا كان الوضع بس هم شافني بس مع الغلطة بتاعته بهدوء فينفع لما يغلط ما يروحش لأصحابه ما يروحش لحد غريب لأنه خايف مني لكن ينفع أنه لما يغلط عارف أنه هيجي إحنا هنحلله المشكلة هنحل معاه المشكلة وأنا ونس وصلت للنقطة دي خلاص يعني أنا مطمنة حاجات كتيرة قوي من اللي أنا خايفة منها مش هتحصل يوصل الشعور أن إحنا معاه إحنا مع بعض إحنا مش ضده إحنا أول ناس وأكتر ناس هنساعدك في تربيتنا لأولادنا بيوصلوا لسن المراهقة وتبتدي تغيرات في جسمهم وتغيرات في مشاعرهم وكل الحاجات دي انتوا ازاي بتتعاملوا مع شرح الامور اللي حصلة جواهم والرغبات الجنسية اللي بتبتدي مين بياخد اي دور وايه اللي انتوا اتعلمتوه من الجزء ده ونقدر نتكلم بيه مع المشاهدين يعني مع الولد انت اللي بتتكلم ولا انت اللي بتتكلم لا بابا بابا اللي يتكلم مفيش شك ان ده وقت صعب قوي واحنا كاباء لازم نستعد له عشان هما بيتخضوا من نفسهم واحنا بنتخض ولما بيلاقوا نفسهم في بطريقه معينه او في تصرف معين بيحس الدنيا خربت احنا لازم نستعد احنا ونقرا عن السن واحتياجاتهم وهم ملخبطين في نفسهم جدا فعشان كده هم مش عايزين ان احنا نبدا نوضب فيهم احنا عايزين نستوعبهم ونحتملهم ونساعدهم يعدوا المرحله دي على قد ما يقدروا من غير خسائر لان هم نفسهم بيبقوا محتاجين المساعده مش الادانه احنا في البيت انا شادي اللي بيتكلم معايا دايما مريم دايما بتكلم مع مامتها ولان احنا حوشنا صداقه دي نقطه مهمه قوي تحويش الصداقه فبيجي وقت ينفع يحكي ويقول ويقول لي حاجات نكت مش عارف ايه واشاركه ببساطة ونضحك في الموضوع واقوله هيعدي ومش وكذا بالاضافة ان دلوقت غير زمان العيلة عارفين كل حاجة الانترنت نعرف اعرفهم فهم عارفين كل حاجة واحنا علينا ان احنا ودارسين نفسهم كويس قوي وكل الحاجات دي احنا بس ممكن بيعرفوا الحاجة الغلط ممكن طبعا ده صح يعني طبعا انا ارازر ان انا اللي اقول لاولادي احسن ما يسمعوهم من بره طبعا لكن يعني مريت بتحكي كويس مع مريم فهم اصحاب بيحكوا في كل حاجه وانا غالبا بحكي مع شادي غالبا الولد محتاج باباه جدا في الوقت ده والبنت محتاجه مامتها والبنت لها احتياج خاص لما بتتكلم عن العلاقه مع البنت انا هقول حاجه احتياج خاص عند البنت بالذات بعد ما تقول انا عايزه اقول انه الموضوع يعني ممكن يتحل بامور بسيطه قوي ان احنا نخرج نعمل شوبينج مع بعض ان احنا نخرج نحكي او نقعد في حته مع بعض ونيجي اقول انا عايزاكي معايا عشان تختاري لي
انت بتختاري، انت ذوقك حلو، هي فعلا ذوقها حلو بصراحه قوي. الحاجات البسيطه دي بتقطع مسافات كبيره قوي بيننا وبينهم. الولاد لما بيدخلوا على سن، والبنات يعني لما بيدخلوا على سن المراهقه بيتحولوا. بيتغير. وده ابني ده اللي ايوه بالظبط. زي ما يكونوا ناموا وقاموا ناس تانيين، وزي ما بتقول ده اللي انا ربيته وده اللي انا عملته، بس هما ده عادي بتاعهم، فاحنا لازم نفهم كده. ولازم افهم ان في المود لما بيتغير فجاه، والزعل الفجائي والعياط الفجائي اللي مالوش ده هم معذورين فيه، هم لا بيتدلعوا ولا العيال دي مزاجها مش عارفه ماله ولا لا لا. انا لازم افهم وان ده وقته وهيعدي. فقربي منهم كده في الحاجات البسيطه، في الخروج، في الشوبينج، في الهزار، في الضحك، ده هيهون علينا الهزار والضحك حاجة سحرية مع العيال. أيوة طبعا. يعني الصحوبية ونعيش منعيش دور الأباء، يعني الأفاضل اللي لا لازم نبقى صحاب نلعب مع بعض ونتكلم مع بعض وننكت مع بعض ونشوف حاجة نعلق عليها. الهزار والصحوبية يعني بتقطع مسافات كبيرة جدا في تربيتنا لأولادنا. الاحتياج الخاص للبنت في الوقت ده هي عندها تنك المشاعر، وده تعبير مهم قوي. الستات والبنات عندهم تنك مشاعر، لو ما تملاش صح في البيت بالتأكيد هيتملي برا. فدايما أشجع الأباء احضنوا بناتكم كتير، يعني شبعهم حب. أشبعهم حب ودلع يعني جميلة انت جميلة انت حلوة طبعا. ده حلو عليكي قوي عشان هما فعلا حلوين. مش الفستان ده قصير انت ايه اللي انت ايه ده؟ لا لا لازم دايما يسمعوا الكلام حلو حقيقي، هما فعلا حلوين وربنا خلقنا حلوين وجميل. بتتخانقوا مع بعض طبعا كتير. طبعا انتوا الاثنين ولا انتوا الاربعه؟ كله موجود. احنا الاربعه ماشي، احنا الاثنين ماشي، بالتبادل ماشي. ايه سبب الخناق؟ اكتر سبب تقولوا احنا بنتخانق دايما لما نيجي عند الحته دي بنتخانق؟ لا احنا مش بنتخانق، ما اعتقدش بنتخانق كتير يعني. لا بنتخانق بنتخانق بس مش كتير. بنتخانق بس يعني مش حاجه مش عشان الحاجه باستمرار اللي كل يوم. لا دي الطوارئ يعني. يعني مثلا مواعيد تاخروا حاجات كده، او انت تاخرت هم يتنرفزوا منك، قعدت مع حد في الكنيسه اكتر ومديلهم ميعاد، حاجات كده يعني. الولاد دايما الخناقات اللي هي العاديه، لما يحس ان هم مهملين في الحاجه بتاعتهم، تاخير بزياده عن اللزوم. ده هم اللي بيتخانقوا معاك ولا انت بتتخانق معاهم يعني؟ الاهمال شويه يعني، التوضيب، توضيب البيت. توضيب ما فيش فايده يعني. لك ده عبقريه وده شطار يعني. يقول لك ده هي كده، هي دي كده حلوه، بس كده حلوه ازاي؟ طب وانت هاو دو هاندل الموضوع ده بقى؟ لما التوضيب، انا عارفه حتى التوضيب يعني كل واحده ست انا عايزه البيت متوضب. هو مش بينفع بقى غير لما احنا نحط بقى خلاص بقى ما حدش هينزل لما توضبوا اوضتكم، فهي مش بتنفع غير كده. ومره نعدي ومره نوقف ومره تمشي. في دقيقه واحده لو تقولي لي حياتكم الروحيه ايه مع بعض للولاد؟ هل بتصلوا انتوا مع بعض للاولاد؟ الصلاه اساسي لاولادنا، ما فيش فيها اختيار، احنا لازم نصلي عشان ولادنا باستمرار. احنا بنصلي كتير عشان من ولادنا. الوقت اللي ربي يديهم لنا وقبل كمان لازم نصلي لكل حاجه تخصهم، لحمايتهم، لحياتهم الروحيه، لدراستهم، حتى لارتباطهم ان هم صغيرين، لخروجهم ودخولهم، لكل تفاصيل حياتهم. انا بعتبر احنا بنعتبر انه الصلاه دي الميراث اللي احنا بنسيبه لعيالنا. في يوم من الايام احنا مش هنبقى معاهم صح باي شكل من الاشكال. بالظبط. انا مش معاهم فبحس كده اذا انا هسيبهم في العالم الشرير ده لوحدي هم ازاي؟ بس لا، احنا بنسيب لهم ميراث من الايمان والصلاه. انا بصدق ان الصلاه فعاله ومكمله وبتحميهم وبتقف معاهم وبتفتح لهم بيبان. انا بشوف مؤمنين حواليا كتير متباركين في حياتهم، وبعرف ان السبب ان كان عندهم اب او جد او تيتا دي بتصلي، فيقولوا ده جدتهم، ده باباهم، ده كان بيصلي. انا عارفه السبب واضح، وتفضل صلوات واضحه في الاجيال صحيح. بطريقه واضحه جدا. انا عايزه اشكركم جدا على الوقت ده. صعب جدا على قاده في الشرق الاوسط ان هم يقولوا
احنا بنغلط غلطانين وبنتعلم من اخطائنا، لكن انتوا نموذج للقاده اللي الله يستأمنهم ان هم يقولوا بنغلط بنعدل الخطا بالمنظر ده، ربنا بيسامحنا بالطريقه دي. انا فخوره قوي ان انا اكون معاكم النهارده في البرنامج. شكرا لك. شكرا كمان مبسوطين على انكم جيتوا في برنامج المرأة الفاضلة. يا رب يبارك كيف احبائي. في هيكون اوفر موجود، اللي محتاج يعرف صلوات كتابيه ازاي نصلي لاولادنا، هتكون شيء رائع جدا اننا كلنا مع بعض نتعلم الكتاب بيعلمنا ازاي نصلي لاولادنا. اطلبوا الرقم اللي على الشاشه او الايميل اللي على الشاشه، ابعتوا لنا واحنا هنبعتها لكم في الايميل او في البوسطه. في نهايه البرنامج دايما بختم برنامجي انا علي الاختيار وهو عليه التغيير. اتعلمنا النهاردة أنا بختار إزاي أتعامل مع ولادي لمصلحتهم مش لمصلحتي، بختار إزاي أن أنا أصلي لولادي، بختار أن أنا إزاي أصاحب أولادي، والله يعمل فيهم ويغيرهم علشان يكونوا جيل مبارك. وكل اللي يشوف يقول أنا عايز ولادي يكونوا بالطريقة دي، عملتوا إيه؟ ونبتدي نشهد عن عمل الله مش عملنا، وكده الناس تعرف إلهنا الحي الموجود في كل خطوة بناخدوها وكل دقيقة بنقضيها مع ولادنا ومعاه ومع حبايبنا. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة. فاضلة تتحلى بصفات الإيمان، عاملة بيديها تشتغل بإتقان، آنسة هي كانت أو جدة أحفاد، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان، كسفينة تاجر بعد تجتذب طعام، وبحكمة فمها تنشر حبا في كل مكان، يمدحها زوجها ويطوبها الأب.